أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا لأبي معاق ويتحرج كثيرا في الوضوء بحيث يوضئه أحد أبنائه ويزداد الحرج في الغسل، ولما لم يكن معه أولاده الذكور مع العلم أن زوجته مطلقة، هل يجوز له أن يتيمم رغم أن الماء لا يضره ولكن يتضرر من حركته الصعبة عليه أثناء الوضوء خاصة الغسل؟ قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فجعل التيمم لأحد أمرين: إما للمرض الذي يصعب معه استعمال الماء، وإما لعدم الماء، فالمريض الذي يصعب عليه استعمال الماء يتيمم والحمد لله، ما جعل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. إن وجد من يوضيه ويساعده على ذلك من غير مشقة عليه فإنه يجب عليه استعمال الماء، أما إذا لم يجد من يساعده أو عليه مشقة، حتى لو ساعده أحد يكون عليه مشقة ويكون عنده أوجاع وآلام، فيكفي أنه يتيمم بالتراب والحمد لله. نعم.